ومتابعينا بصباحنا وأولى فقراتنا لليوم مع الفقرة الطبية. فالدوافع الإنسانية البحتة هي يلي قادت ضيفنا اليوم بصباحنا غير لإطلاق مبادرته يلي بتهدف من خلالها إلى خدمة المرضى الذين لا يستطيعون حتى أن يدفعوا ثمن المعاينة في ظل الظروف الصعبة يلي عم نمرق فيها. نرحب بالدكتور القادم من دبي لحتى يكون مع أبناء وطنه لحتى يساهم ويساعد بشفاء المرضى، دكتور وائل غندور اختصاصي أمراض نسائية وتوليد. صباح الخير دكتور وائل. الحمد لله على السلامة. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين. صباح الخير. الله يسلمك يا رب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبدأ نتعرف من حضرتك على فكرة المبادرة وآلية التطبيق كيف راح تكون. يعني نحن عم نمر بظروف استثنائية، هي ما أنا أحسن ظروف، فلنكون أقوى من الظروف لأنه لازم نكون أقوى من الظروف شوي ونحط إيدنا بإيد بعض ونعدي هاي المرحلة اللي بدها تمرق أول عن آخر. فحبيت أطلق هاي المبادرة، هي مبادرة الدكتور غندور الإنسانية، سميتها إنسانية ومن اسمها، يعني الهدف منها مساعدة أكبر شريحة من الناس أو السيدات ما أنه اختصاصي نسائية وتوليد اللي مو قادرين يوصلوا للخدمة الطبية بأكبر قدر من ممكن من المساعدة ومجاناً لفترة زيارتي للشام، طول فترة زيارتي للشام. تمام دكتور، يعني أكيد المبادرات الإنسانية يرفع لها القبعة وخاصة يعني مع جيل شبابي مثقف وواعي يعنى بتقديم هي المساعدات، ولكن أكيد إيد وحدة لحالها ما بتزقف، أكيد في معك جروب، في معك داتا وصلت لسيدات اللي بحاجة للعناية الصحية النسائية، إن كان من توليد أو إن كان من معالجات أخرى، وخاصة يمكن التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، سرطان الرحم إلى آخره. خلينا نحكي كيف تم جمع الداتا، كيف تم الوصول إلى سيدات فعلا هن بحاجة إلى مساعدة. هلأ نحن يعني كانت فكرة مبادرة أنه ساعد يعني محيط صغير بالبداية، لكن لما حطيتها على الفيسبوك انتشرت هالمرة، لأنه ما هي ما أنا أول مبادرة بالنسبة إلي، لكن ما كان في إضاءة إعلامية عليها هالمرة. على صفحتك الشخصية أو على صفحة يعني صفحة شغل هي. أوكي. الصفحة اسمها طب وشغلات تانية، مو بس طبية، فيها قصص رياضة وكذا. فحطيناها على الفيسبوك، لقيت عليها صدى كتير كبير. كنت مفكر انه بدي يكون لحالي، بس للأمانة الأعداد اللي اجتني المتطوعين، مش المتطوعين، قصدي أعداد المرضى. أعداد المرضى ما بتسمح لي انه أنا أغطي الموضوع لحالي. أوكي. موضوع طلع من إيدي كبر كتير. فطلبنا اول شيء مساعده، كان عندنا دكتور عبد الله ابو بكر قدم لنا العياده مجانا مشكورا، ومعي كمان هلا دكتوره نعمة السيد كمان عم تساعدني لنغطي اكبر عدد من المرضى بنقدر نغطيه، يعني يمكن المرحله القادمه لا بدنا كمان حدا معنا. وعاده الاطباء السوريين ما شاء الله عنهم يعني جاهزين دائما يقدموا مساعده بدون اي مقابل. يعني لما عم بطرح الفكره كنت متوقع انه لا ممكن يكون فيها اخذ ورد، ولا حدا عم يستنى ليقول ايه، يعني الايه عم تطلع من قلبهم بصراحه، وهذا الشيء عن جد بكبر القلب. مجددا على السوريين، هي المبادرات يلي عم بتكون بمختلف المجالات، خلينا هيك نضوي اكثر على هي المبادره، نعرف طريقه تنظيمها. يا ترى في اشخاص يمكن سمعوا هلا عم يسمعوا بالمبادره لاول مره، فيهم سيدات ينضموا ولا الحجوزات كلها صارت؟ لا نحن لهلا كل السيدات اللي طلبوا مني موعد قدرنا لهلا نغطي، يعني الاسبوع الجاي تقريبا كله مغطى عندي، بس لسه في اسبوعين نقدر نحن نشتغل فيهم، وان شاء الله انا بدي احاول اشتغل لاخر يوم موجود فيه هون قد ما فينا نساعد. والبحصه بتسند جره يعني. طيب. بالنهايه ايد واحده ما بتزقف بس بتسند اكيد. اي ف يعني حطينا رقم للتواصل على الواتساب، اكيد على التليفون صعب كثير الموضوع بيكون، فعم يتواصلوا معي على الواتساب، ما بعرف هلا بحطه بعطيكم اياه، ممكن تذكره اذا بتحب. ماني حافظه. اوكي. اي فبيتواصلوا معي على الواتساب ان شاء الله، وبيخبروني بس يعطوني هنت عن يعني هيك لمحه او فكره عن المشكله، مشان اقدر احدد لهم قديش بدهم يضلوا معي بالعياده، هي العشر دقائق ولا نص ساعه ولا ربع ساعه،
وعلى اساسها ان شاء الله بيجوا بيتفضلوا ونحن بنقدر نقدم لهم الخدمه اللي هي لهن بحاجه لها على قد ما بنقدر. تمام دكتور، يعني حكيت من شوي انه مو بس انه المرأة تكون حامل لحتى نحن نهتم فيها، ايضا في حملات توعيه كثير بنقوم فيها بالبلد، واليوم في مشاكل اكيد عم توصلك عبر الواتساب، عم تعطيهم فكره كيف بدهم يروحوا لوين يروحوا يلجأوا، اذا فيك انت تتابع حالات. خلينا نحكي ابرز هي الحالات منها، مثلا ذكرت انا من شوي سرطان ثدي، سرطان الرحم، ليف، اكياس، في كثير قصص يعني بدها توعيه. طيب أكثر. انا راح احكي لك عن المبادره كيف نحن عم نشتغل فيها بشكل مبدئي. هلا نحن عم تكون الاستشارات اللي لها علاقه بالحمل والولاده والايكو الولادي هذول مجانيات. الاستشارات النسائيه واللي لها علاقه بامراض النساء، يعني مثل ما قلتي الأورام الليفية، المبايض وكيسات المبايض وتكيس المبايض، مشاكل الرحم، كلها عم تكون الاستشارات مجانية، بالإضافة أنه هي بنحتاج لإيكو فالإيكو مجاني. هلأ أثناء تقييمنا بالعيادة إذا لقينا أنه السيدة بحاجة عمل جراحي، كمان العمل الجراحي أنا من جهتي رح يكون مجاني. المريضة رح تتكفل فقط بتكاليف المشفى، يعني مثلا القيصرية مدتها ساعة بالمشفى، مثبت هذا انه القيصرية بتكلف هالقد، القيصرية الكلاسيكية طبعا، يعني اللي احنا عم نقول انه اخذت ساعة ما كان فيها اي مشكلة، كانت سهلة والامور سلسة فيها وكذا، فهي بتكون مثبتة، مثبت سعرها بالمشفى. فنحن يعني ما رح ناخذ شيء ان شاء الله، المريضة بس رح تتكفل بهذا الجزء. فحملات التوعية هي لا بدها تكون أكثر، يعني بنتوجه بالميديا، ميديا وفيديوهات وكذا، بظن بتفيد أكثر، يعني لأنه إذا بدي أنا أعمل حملات توعية على المستوى الفردي ما رح توصل لشريحة كبيرة. صفحتي يمكن فيها 7-8 آلاف واحد، لما بحط فيديو هيك بحس إنه لا قدمت شيء. لكن النصائح الفردية لا بتكون موجهة للفرد. فيعني بفضل اعملها هي فيديوهات، والفتره المبادره تكون موجهه للمعالجه بس. اوكي. اي نعم دكتور، مثل هيك مبادرات يعني هي بطور التنفيذ والتنظيم مع بعض عم بتكون، بتحتاج مساعده او هيك ممكن مثلا بحاجه تشبيك مع جهات معينه لحتى تكون هي المبادره المهمه الى صدى اكبر واكبر؟ والله شوفي هلا يعني انا ما بحب فكره انه اتعامل مع حدا، ما بحب، صعب علي الاوراق من زمان ما بعرف اشتغلها، فهي الشغلات بدها كثير تنظيم. فحبيت تكون مبادره لا شخصيه بس انا اعملها، ممكن مع اصدقائي، ممكن مع الاطباء اللي بعرفهم. عم حاول فوت اختصاصات ثانيه هلا، لانه عم يجيني اصلا مشاكل من ناس عندهم شيء ما له علاقه باختصاصي. هي شغله، شغله ثانيه فكره المساعده والعطاء هي فكره بتكبر القلب بصراحه، انك تساعدي يعني بدون ما تستني اي مقابل، فماني حابب حدا يخسرني هذا الشعور الجميل بصراحه، يعني للامانه. وبهي المبادره ومبادرات قبلها يعني عملتها، حسيت انه رجعت للبذره الاساسيه اللي خلتني ادرس طب، انه ليش انت صرت طبيب؟ لتساعد العالم. هم كنت صف الاول ولا صف الثاني، شو بدك تصير؟ بدك تصير دكتور. ليش؟ لساعد الناس. فللامانه هي الفتره بترجع بتعمل لي ريستارت للافكار، للمشاعر، للعواطف، ما بعرف، لكل شيء بحياتي، بس بتعطيني طاقه وامل. تمام دكتور، يعني دائما اكيد الواحد لما بيكون ميداني خلينا نقول، او عم يتواصل كثير مع الناس وخاصه بمجال الطب، بيلاقي هيك حالات شاذه، ممكن هيك نخبرهم للناس شو هي الحالات، او حالات خاصه اثرت فيك كثير، وممكن في حاله وحده خلتك تكفي بهي المبادره، وما بس هي تكون مره صارت، هي مره ثانيه وثالثه، وممكن توصل لمرحله موسعه اكثر. خلينا نحكي عن هذا الاحتكاك، وشو الشيء اللي خلاك انت تكفي بهي المبادره؟ هلا قلت لك الفكره، الشعور اللي بيعطيك اياه لما انت بتساعد العالم هو اهم شيء. واي حاله، اي كلمه شكرا احيانا بتطلع مش من حدا، يعني ممكن هلا مثلا عندي حاله فيها عندها مشكله تشوه بالرحم، ماشي، بدنا نعمل لها عمليه لنصلح تشوه الرحم الخلقي لنفرض، اوكي، هي حاله كثير كبيره، ما انا سهله ابدا، بدها تعتبر من اهم الحالات اللي بدنا نشتغلها بهالفتره ان شاء الله.
لكن مو ضروري تكون هي السبب اللي نحن خلانا نكمل. احيانا بتكون عندي مريضه ما فيها شيء، خايفه، عم تقول انه انا ما بعرف شو عم يصير معي، خايفه يكون معي شيء وهي ما عندها شيء. احيانا بتعرفوا الستريس بيعمل مشاكل، فبتيجي لعندي بمجرد اني طمنها وتقلي شكرا. الشكرا هي بتكون كثير من القلب، فبتخلي مو بتخليك تكملي مره، تعيديها مره وتنتين وثلاثه. فمو هي الحاله قديش هي صعبه على قد ما هي قديش اثرت بالناس، قديش اثرت بالمريضه والاستفاده. دعوه عظيمه، يمكن عن جد بتكفي. أكيد. دعوه ام، دعوه مريضه، بالضبط. انقذت يمكن شعورها وانقذت حياتها بلحظه من اللحظات. عظيم هذا الشعور، عظيم، بخلي دائما الواحد يكمل بدون ما يفكر بالمقابل. عن جد دكتور، حضرتك من الاشخاص اللي عندهم بذره العطاء وبحبوا دائما يعني يعطوا من قلبهم رغم كل الظروف. خلينا نحكي عن هي المبادره، اذا بتفكر لها هيك بترسم لها بعدين الامتدادات، ممكن يكون في شيء بالمحافظات امتداد الى، او تستمر مثلا موضوع الاستشارات ممكن اونلاين. والله فكرت فكره اونلاين، بس هذا ما راح، يعني هو انا نازل شهر اجازه شهر، وكل سنه عم بنزل شهر، فهذا الشهر عم حاول اذا بدي يعني روح على الاونلاين، بدي اخسر الريل بيشنت، يعني المرضى الحقيقيين اللي هن بحاجه مساعده. احيانا اونلاين بصير في يعني اخذوا عطاء كثير، بياخذ وقت مرضى فعلا هن صحيح. بحاجه مساعده، وبالنهايه الاونلاين ما بوصل الفكره الحقيقيه اللي لازم نحن، يعني ممكن ما نخدم المريضه، نحكي 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 واخر شيء ما نخدم المريضه. لهلا هلا مع الوقت اكيد بده يتطور الموضوع. المحافظات الثانية بتمنى أنا لو بقدر، أنا يمكن إذا طلعت على اللاذقية مثلا شي يومين أو ثلاثة زيارة، أكيد هذا الموضوع رح يكمل ورح أعلن عنه، يعني على قد ما فينا، على قد ما فينا إن شاء الله بنقدر نخدم الناس. تمام، يعني اكيد الطب بسوريا هو نمبر 1 واطباءنا السوريين نمبر 1 باي رقعه بالعالم. الحمد لله مبيضين وشنا من جد. عن جد الحمد لله عم يثبتوا جدارتهم، ولكن نحن بظل الحصار اللي مرقنا فيه صار عندنا شح بيمكن التطور التكنولوجي، خلينا نحكي بهذا المجال. ولكن اليوم قديش مهم انه نحن خبرتنا الخارجيه ننقلها الى الداخل، يعني نساعد بالتطور ولو بشيء صغير حتى لو مو بين ايدينا، يعني هذا الشيء. والله يعني بتمنى لو بنقدر يعني نجيب شوي من اللي عم نشوفه برا اي لهون، لانه الموضوع يعني صار في جاب كبير حضاري او تكنولوجي مثل ما قلتي، لانه على مستوى الطبيب وعلم الطبيب وخبره الطبيب جراحيا ما في اقوى اكيد. لكن على المستوى التكنولوجي لا، نحن بعاد يعني صار العالم بمكان ثاني لأسباب يعني بنعرفها كلياتنا. حتى مو بس هيك، كمان الأدوية كمان عندنا صار في حصار فظيع على الأدوية. صح. ولكن يمكن في تركيبات محددة المعامل السورية رجعت قدرت أن هي تعود. هي فترة شوي. فترة رح تمرق وتعدي، ما في أزمة ضلت كل الدهر، يعني إن شاء الله يا رب. سنة سنتين ثلاثة، نحن واجبنا كلياتنا كسوريين هلأ نمد إيدنا لنساعد بعض، بس لنعدي هاي الفترة، لأنه حتعدي أول عن آخر. يعني الحرب العالمية قديش ضلت؟ 5 سنين 6 سنين، خلصت الثاني، خلصت، يعني بالنهاية كله بده يخلص. دكتور، حابين نستفيد من وجود حضرتك معنا ونقدم نصائح. طريقة عناية السيدة بنفسها صحيا يمكن بتختلف، أو الثقافة الصحية عم تختلف من مكان لآخر، وفي أمراض شائعة نسائية عند الكل وبالنسب بتكون كتير كبيرة. من ممارساتك يلي عم تكون بالخارج، خلينا نقول إذا في نصائح ممكن توجهها أو ملاحظات طبية شفتها اليوم لسيدات عم يكون مثلا تشخيصهم مانو كتير صح بأماكن معينة، أو هنن عم يرتكبوا ممارسات خطأ فننوه عليها. هلأ يعني ممارسات خطأ بالنسبة للسيدة ما في، بس عم يكون مثلا في إهمال بمتابعات المراقبة لسرطان الثدي، المراقبة لسرطان عنق رحم، يعني هي شغلات هي أهم شيء بصراحة، لأنه نحن عنا هدول مرضين هن بنقدر نوقي منهم، بنقدر نتخلص منهم، بنقدر نكشفهم بأولهم بدون أي مشاكل. عم تجينا السيدة بمرحلة متأخرة بس لأنه هي ما عم تتابع مع طبيبها المتابعات الدورية، يعني تعمل إيكو، تعمل مسحة. قديش الفترة الزمنية لازم تكون لهي المتابعات؟ هلأ كل حالة لها شيء، يعني كل حالة شوف الدكتور إذا عندها بالعيلة، في عندها مشاكل، في عندها ناس انصابوا وما انصابوا، عندها تأهب وراثي أو لا، هذا دكتورة بيحدد لها، يعني سنتين أو كل 4 أو كل 5، كل حالة
بنعطيها وقت. فبهالقصة يعني بس بدي أنصح الناس بس بهي المتابعات البسيطة، موضوع متابعة سرطان الثدي، المراقبة، وموضوع سرطان عنق الرحم، لأنه هدول من أهم السرطانات اللي فينا نوقي منهم، وجودهم كتير وسهل كتير الوقاية منهم بمجرد متابعة، زيارة للطبيب كل سنتين مرة. يعني أنا ما عم أقول كل يوم روح، كل سنتين. تماما دكتور، بما انه عم نحكي بمواضيع كمان، خلينا هيك عم نشوف كثير الصبايا الصغار بالعمر عندهم كياس تماما ليف، يعني في مشاكل كثير عم يكتشفوها بوقت كثير متاخر هيك، وخاصه يمكن اللايف ستايل الغلط يلي نحن عم نعيشها، الفاست فود، يمكن السكر زياده وكثير من المشاكل. خلينا نحكي للصبايا الصغار، نحن كيف فينا ندير بالنا على صحتنا؟ كيف فينا نكشفهم بكير لهالكياس يلي هن عم يصيروا جزء من حياة الصبايا الصغار؟ يعني خلص صارت عادي وجودهم بالجسم. هو للأمانة هو أصلاً تكيسات المبايض يعني هي شيء منتشر جداً بمنطقتنا نحن ولبنان والعراق والأردن، فعنا نسبة كبيرة منها. ما قلنا ايد بالوقايه من الاكياس، الاكياس يعني في شيء وراثي بموضوع بتطلع وخلص موجوده بدنا نتعامل معها. اللي بهمني بالنسبه للصبايا الصغار اللي هن اكثر يعني اكثر شكوى ان تجيني، انه دكتور انا عندي تكيسات. طب اوكي عندك تكيسات، انت قريتي عنه؟ عرفتي شيء؟ عرفتي شو يعني تكيسات؟ بقول لك لا، بس عندي تكيسات لازم تنشال او لازم تتعالج. هلا بالنسبه للتكيسات اللي هي مقصود فيها البي سي او او المبيض متعدد الكيسات، هي متلازمة. التكيسات فيها ما هي المشكلة، هي بتعمل شوية مشاكل ممكن أو ممكن ما تعمل، يعني ممكن تعمل بدانة، مقاومة الأنسولين، ممكن تعمل أحياناً تعمل حالات شوية صعوبة بالحمل، ما رح أقول عقم، تعمل شعرانية زايدة، تعمل حب شباب عند الصبية. وطبعاً الصبية أهم شيء بالدنيا بالنسبة إلى مرايتها، يعني ما فينا نستهين أبداً بهيك مشكلة. اللي بدي أقوله للصبايا أنه ما لازم يخافوا، الموضوع بسيط وفينا نتحكم فيه وفينا نحن نعالجه ونوقفه عند حده. لكن هل هو مرض خطير بده يدمر حياتنا؟ لا، نحن فينا نوقفه عند حده، فينا نعالج الأعراض تبعاته. هو ما هو مرض، هو عم يعمل أعراض تانية، ففينا نوقف الأعراض عند حده. خلاص أوكي، في عنا شوية شعرانية زايدة رح نوقفها، في عنا شوية حب شباب رح نعالجه، تأخر مثلا أحيان بالإنجاب كمان بنعالجه، ما عنا أي مشكلة. فالسترس اللي عم يعيشوا فيه بسبب وجود التكيسات أحيانا، يعني عم تخاف أنه أنا دكتور إذا تزوجت ما رح أحمل، لا مو هيك. فلازم نوسع بس ثقافتنا، نقرأ أكثر شوي عن الموضوع. ما بعرف شلون بدي وصلهم من وين يقروا بالضبط، لأنه جوجل مصيبة. تماما يعني دكتور، هاي النقطة كتير خطيرة، أنه نحن الإنترنت صار مباح بين إيدينا، وقيل وقال صارت يعني تماما بتأثر، يمكن ويمكن قصص غلط نحن عم نقراها عبر الإنترنت. صحيح. اليوم وقتنا وصل لنهايته، بدنا نشكرك كتير دكتور، وكنت ناطرينك بحلقات جاية، وهيك الله يعطيكم الخير أكثر وأكثر، وأكيد نحن فخور بكل خطوة عم تعملها أنت وحضرتك، ولا أكيد الأطباء السوريين لكم كل التحية. شكراً لكم، يعطيكم العافية. بالختام بدنا نذكر بمبادرتك للدكتور بقى الغندور، المعاينة للسيدات رح تكون مجانية بأمراض النساء والتوليد، يدوروا على صفحة حضرتك بلاقوا بوست في كل التفاصيل. بدنا نشكرك كثير، شكراً. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك.